السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حصة جديدة سأتناول فيها موضوعا في مادة الكهرباء المتعلق بالمستوى الثاني بكالوريا. إذا الموضوع هو الآن أمامكم، حاولوا توقفوا الفيديو باش تقرأوا هذا النص بتمعن ثم تجيبوا عن الأسئلة وتقارنوا الأجوبة بطبيعة الحال فيما بعد. إذا نحقق دارة كهربائية تتكون من مولد التوتر ثابت E ومكثفة غير مشحونة سعتها C وناقل أومي مقاومته R وقاطع تيار K. نغلق القاطعة في اللحظة T تساوي الصفر. إذا أول سؤال، حدد على الدارة شحنة كل لبوس وجهة التيار الكهربائي. بتطبيق قانون جمع التوترات، بين أن المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة كيلو تي هي من الشكل التالي، هي أمامكم الآن. دونك حيث كيلو زيرو هي الشحنة الأعظمية أو ما نسميه الشحنة القصوى للمكتف أو المكتفة. بين أن العبارة كيلو تي هي حل المعادلة التفاضلية. يمثل المنحنى البياني الشكل جوج تغيرات ln دو كيلو زيرو مون كيلو تي بدالة الزمن، حيث Q بالكولوم. اكتب العبارة البيانية، عبر عن ln دو كيو زيرو مون كيو تي بدالة كيو زيرو تي وطو. السؤال الموالي هو عين بيانيا قيمة كل من كيو زيرو وطو. اكتب العبارة او اكتب عبارة طو واستنتج سعة المكتف. اكتب عبارة الشحنة الأعظمية للمكتفة كيو زيرو واستنتج قيمة E. إذا حاولوا الله يجزيكم بخير، توقف الفيديو باش تقرأ الأسئلة بتمعن. إذا فيما يخص الأجوبة سنتطرق إلى السؤال الأول اللي هو حدد على الدارة شحنة كل لابوس وجهة التيار الكهربائي. إذا غادي نحاول نعود الرسم بعد غلق التيار قاطع التيار. دونك عندنا واحد الموصل أومي آر وعندنا مكتف أو مكتفة، ولا عندنا جينيراتور او مولد اللي هو او. اذا بالنسبه للسي، لاحظوا بان التيار فهو يمر من هذه الجهه. اذا الا كان التيار هنا يعني غتكون عندنا هنا يو ار وهنا يو سي، واخا هما ما عطينيش هذه ما قالوش لنا، ولكن غير للمحاوله باش تفهموا الامور اكثر. اذا كان التيار تمشي في هذا الاتجاه، فان الالكترون تمشي في الاتجاه المعاكس. يعني الالكترون تمشي في الاتجاه المعاكس، يعني ان هنا غتكون واحد الشحنه سالبه بالنسبه لهذه النقطه سالبه، وهنا غتكون واحد الشحنه بطبيعه الحال موجبه. اذا وجهه التيار حضرناها. اذا بتطبيق قانون ديال اضافيه التوترات، نعلم ان يو ار بلس يو سي ايكالا او، يعني ان ار اي بلس يو سي إيكالا E. تعرفوا بأن Q هي C U C، يعني أن I هي C D U C سور D T، وبالتالي غتكون عندنا U R هي R في I فوالا سور بلس U C إيكالا E. ولكن هنا المطلوب منا ليس بالاحتفاظ على U C، ولكن حنا بدلالة Q. إذا سأعود لأنه غادي نديرها بدلالة. إذن عندنا يو ار اي شناهي هي دي كيو سور دي تي، غتبقى عندي ان سور ار سي، يو سي شناهي هي كيو سور سي، فوالا اتيكال ا او. إذن إلا بغيت نخدم بالشحنة، دونك دي كيو سور دي تي غنقسم كلشي على هنا ان سور سي، عندي يو ار بلس يو سي، يو سي هي كيو سور سي، عفوا. دونك هنا غتكون عندي فوالا كيو سور RC égale à E sur R. Je divise tout par R. Idem. Mais je m'accumule. Donc, là, vous savez que nous avons l'âge de T égale 0. U de C égale 0. Mais voilà Q égale C U C. Yani, dans l'âge de la poussouille, yani Q max, qui est le nom de la Q0, c'est C U C max. Qui est le nom de C E. Et donc, E égale à Q0 sur C. Donc, on a dit DQ sur DT plus 1 sur RC, il y a tout.
fois Q est égal à quoi? Est égal à E sur R. Donc, qui dit E sur R dit Q0 sur RC, c'est-à-dire Q0 sur taux. Voilà, المعادلة التفاضلية كما هي مكتوبة. الآن بين أن Q دو تي اللي هي Q0 R مون إكسبونسيال دو مون تي سور تو فهي حل للمعادلة. إذا كانت حل للمعادلة يجب أن تحقق هذه المعادلة، وبطبيعة الحال غادي نقلبوا على دي كيو سور دي تي اللي هي Q0 sur tau exponentielle de moins t sur tau. إذن إلى حاولنا نعوضو في المعادلة غتكون عندنا Q0 sur tau exponentielle de moins t sur tau plus 1 sur tau fois Q اللي هي Q0 moins exponentielle de moins t sur tau égal à quoi. دونك تلاحظ بأن هذه غتمشي مع هذه، غتبقى ماذا؟ غتبقى Q0 sur tau. دونك تلاحظوا بأنها تحقق المعادلة التفاضلية. إذن هذا من جهة. غادي نمشيو دابا للسؤال الثاني وهو يمثل المنحنى البياني تغيرات فوالا تغيرات إلين دو كي زيرو مون كي دو تي بدلالة الزمن. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بأنه كي إلين دو كي زيرو مون دو كي دو تي بدلالة الزمن هي عبارة عن دالة تآلفية لا تمر بطبيعة الحال من أصل المعلم، بمعنى آخر أن إلين دو كي زيرو مون كي دو تي اللي هي بدلالة الزمن فهي عبارة عن دالة تآلف يمكن كتابتها على الشكل التالي أ دو تي بلس بي، بحيث بي هو الأرتوب عند أصل المعلم وأ هو المعامل الموجه للدالة. إذا باش غادي نلقى أ طلب قاعدة الحالة هي سهلة. إذا قبل ما خاصني نحاول نقلب على هاد إلين دو كي زيرو موان دونك إلين دو كي زيرو موان كي دو تي ني أوتر كو إلين. شنو هي كي زيرو؟ نخليها بلاصتها كي دو تي، معطيها كي دو تي هي كوا؟ هي كي زيرو ان موان اكسبونسيال دو موان تي سور تو. دونك هي الان كي زيرو مع كي زيرو مشات غتبقى الان دو كوا؟ دو ليكسبونسيال دو موان تي سور تو، سيتادير ولكن ما تنساش بان كاين هنا واحد كي زيرو. دونك سي كوا؟ سي الان دو كي زيرو que je peux écrire ln de q0 moins ln de l'exponentielle de t sur tau donc c'est moins t sur tau. donc بالمقارنة مع هاد قلنا هاد b اللي هي ماذا؟ هي ln de q0 c'est-à-dire عندنا a de t plus b اللي هي ماذا؟ هي moins 1 sur tau fois t plus b اللي هي plus ln de q0 c'est-à-dire que b اللي هي قلنا الارتوب عند اصل المعلم ما هي الا هذه القيمه اللي هي معطياك 0.4. دونك فوالا 0.4 من هنا يمكن ان استنتج q0 هي الاكسبونسييل دو 0.4 دونك سي 1.49 كولوم. فوالا دونك غادي نمشي دابا المعامل الموجه قلنا ا سي كوا سي موان زان سور تو. دونك شنو هو تيعني ليا بالنسبه ليا؟ يعني هو تغير ديال اش ديال هاد الان دو كي زيرو موان كي دو تي نورمالمون سور تغير دلاله الزمن. يعني خصني ناخذ جوج نقاط مثلا، غادي ناخذ هاد النقطه 0.4 وناخذ هاد النقطه هادي اللي هي صفر. ما يوافق 0.4 هو 0 وما يوافق 0 هي ماذا؟ هي 4. إذن غتكون عندي 0.4 دونك هي موان 0.1 سكوند موان 1، وبالتالي طو ما هي إلا 1 سوغ 0.1 ستادير 10 سكوند. فوالا. الآن علما أن طو معروف بأن طو عندنا هنا ثنائي القطب إر سي دونك طو سي ار سي، من هنا استنتج سي هي طو سور ار دونك 10 ديفيزي بار 80 دونك سي 0.125 فراد. دونك السؤال الاخير اكتب عبارة الشحنة الاعظمية اي الشحنة القصوية
ثم استنتج قيمة E. نعلم أن Q0 سي كوا؟ سي C U C max سيدير سي C E. إذا من هنا نستنتج E هي Q0 sur C donc soit disons 1,49 divisé par 0,125 je trouve 11,92 volts donc je peux considérer comme étant égal à 12 volts. Voilà la réponse, voilà le جواب النهائي ديال هذا التمرين هذا. اذا فهو تمرين في حقيقه الامر هو تطبيق مباشر للمعادله او ما يسمى بقانون اضافي التوترات. خاصك غير تكون تعرف كيفاش تخرج المعادله التفاضليه باستعمال هذه العلاقه. اذا كذلك هناك تلاحظ بان هناك اعتماد كثير على المنحنى، لهذا انصحكم دائما بالاعتماد او بتحرير التمارين انجاز التمارين التي تدور او تحوم حول استعمال المنحنيات. وشكرا على انتباهكم، واتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.